دكتور محمد قباجة، محاضر في جامعة القدس المفتوحة الخليل. أهلا بحضرتك، كنا حابين نعرف من حضرتك إيه رأي حضرتك في حفل الافتتاح النهاردة؟ أنا سعيد جدا أني وصلت مصر. أول شيء أنا ممكن أحكي بلغة الفلسطينية. الافتتاح كان موفق جدا، الضيوف يعني على قد الحدث، يعني ما شاء الله دكتور محمد رأفت ورئيس الجامعة وجميع الوفود يعني كانت حاضرة، ومشاركة الطلاب أنا حبيتها كثير، لأنه أنك تشارك الطلاب الجامعة في الأحداث الجامعة، فكانت حركة حلوة من إدارة المؤتمر، وموفقين إن شاء الله الأعمال المؤتمر تأخذ الحيز المطلوب والمؤتمر يمشي بسلام إن شاء الله. إن شاء الله. كنا حابين نعرف فلسطين تشارك بإيه في الملتقى؟ تقريبا احنا عندنا 5 جامعات مشاركة من فلسطين في عدة مجالات في أكثر من فرع. أنا شخصيا مشارك في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، عندي مشروع تخرج لطالبة من الطالبات، فاحنا حابين نشارك من جامعة القدس المفتوحة في هذا المؤتمر. يعني في 5 جامعات فلسطينية مشاركة، بعد كل جامعة تقريبا 5 إلى 6 مشاريع تخرج. كنا حابين نعرف من حضرتك ايه رأي حضرتك في الصعيد الممثل في جامعة جنوب الوادي؟ اول شيء انا هذه المرة الاولى اللي انا بزور مصر، ومن محاسن الصدف انك تيجي على صعيد مصر وتشوف الناس الطيبة اللي هنا. انا تفاجأت يعني بالشيء الموجود، يعني ناس طيبة جدا، استضافة ضمن قلة الامكانيات، ولكن يعني الناس حملان عكفوا في الراحة نسميها. وأنا بشكر أهل الصعيد كلهم أو منطقة قنا والناس اللي بنشوفهم طيبين جدا، حابين اللي يشوفوا ناس من دول عربية يتعرفوا أكثر، فأنا بشكرهم جدا. احنا بنشكر حضرتك.